كيكه بالقمح الكامل دي الاسمر يعني، والموز. هنعملها ازاي؟ معانا بيضتين كبار، كوبايه موز مهروس، تلات ارباع كوبايه من السكر ابيض او بني، تلت كوبايه من الزيت، زيت نباتي، كوبايتين وتلات ارباع من الدقيق الاسمر، ربع كوبايه من النشا، معلقتين صغيرين من القرفه، كوبايه ونص، اسفه، معلقه ونص من البيكنج باودر، ورشه الملح. في طبقه هتتحط على الوش عشان تبقى كريسبي، دي هتتكون من نص كوبايه من الدقيق الاسمر، نص كوبايه من السكر، معلقه من القرفه، وربع كوبايه من الزبده. تمام، اول حاجه هنبدا بيها هي المقدار بتاع الكيك نفسه. فاول حاجه هعملها هحط المقدار الجاف كله هنا، دقيق اسمر، نشا، رشه ملح، بيكنج باودر. تاني حاجة هعملها هحط هنا البيض، عليه نص كمية القرفة ونص كمية القرفة التانية على الدقيق أو على المقادير الجافة يعني. في العجان هحط البيض مع القرفة، هحط معاهم السكر، هشغل العجان. هنزل الزيت، وبعدين هنزل الزبادي. الجريك يوغورت ده ممكن تستخدمه بداله الزبادي بتاعنا العادي. تبقى كده المقادير السايله كلها مع بعض، ادي الموز مع الزبادي والزيت مع البيض والسكر والقرفه، ضربة كمان وبعدين هنزل بقى المقادير الجافة. خلطت المقادير الجافة كلها على بعضها، هفتح العجان هحطهم كلهم مرة واحدة، وهوطي طبعا السرعة شوية عشان الدنيا ايه ما تتردمش. وهنا في نفس البولة هحط المقدار بتاع الوش بتاع الكيكة، الدقيق، السكر، القرفة، الزبدة، ويفضل الزبدة دي تكون في درجة حرارة الغرفة. ممتاز. لوفز، يفضل دول نعملهم بإيدينا. هتأكد بس إن الزبدة بتاعتي اتوزعت على المقدار كله اللي هو السكر والدقيق. انا عندي هنا اصلا هو تيفلون ومش متجرح ولا اي حاجه، فما فيش داعي ان انا ادهنه. ده قالب وسط يعني حجمه متوسط، في اصغر من كده وفي اكبر من كده. احنا هنستخدم القالب المتوسط الحجم. اساوي بقى بظهر الاسباتولا من غير ما انزل الهواء، بس اساوي كده، واحط الكرامبس دي على الوش عشان لما انضف، انا هنضف مره واحده، وهدخلها الفرن. والفرن لازم يكون سخن، محقق درجه الحراره قبل ما ادخل الكيك، يعني شغال مده ما تقلش عن من ربع ساعه لتلت ساعه عشان اتاكد انه حقق الحراره. لو انا الفرن بتاعي ما بيكتبش درجه الحراره، بديله من ربع ساعه لتلت ساعه عشان اتاكد انه حقق درجه الحراره اللي احنا عايزينها.